انا عايز اقول لك ان شاء الله تعبان. احنا كنا بنعمل الفايروس اللي في احنا قلنا ان السوبراسون سيتال دي فيها كبير كبير هايبوكسيا لدرجه ان الدمج اوكسايد توني مصعب. ده اللي هتبقى له لانها كبيره هايبوكسيا توني مصعب في الهارت فيلير وهايبوكسيا في الهارت ده استثناء. لكن لما اتكلمنا على بقيه الحاجات الفايب 1 بقى دي الدمج سيرف او سوري لما الام عندها بقى دي الدمج سيرف البيبي نفسه طلع كتير ما عندوش سيرف الفيري انفكشن معناها انا بولد البيبي وزاوية سافج ان ده كمان ما بيعديش في الفيرست كمان 12 ساعه كده ايه ده مورنينج كويس تمام. احنا كنا اتكلمنا عن الفيروس المشترك سندروم وقلنا المره اللي فاتت ان الكاسات بتتكون من جزئين هيد وتيل وكنا قلنا ان الهيد يا جماعه كنا قلنا ان الهيد ايونايز ليه عشان هي سوبردايت عشان هي تعمل مجموعه فوسفين البطاريه بتاعتها فوسفاتيدايت دول ممكن فوسفاتيدايت كلهم فوسفاتيدايت كريستور كل ده واحد لكن المهم ان الهيت ده المايد والتيل نون ايرايد في الاس وعشان التيل نون ايرايد يا جماعه فلما تسي تايب 2 نيموسايت تديك ديفاكتر يا سي بي اس تديك ديفاكتر انت عارف هتبقى كوره 22 24 اسبوع انت بتبتدي بطريقه ضعيفه جدا انت بتبتدي بطريقه فيري سترونج عند 35 اسبوع عند 35 اسبوع بتطلع ديفاكتر ثلاثي لحياه الاطفال الذي يخلينا نستنتج ان اي طفل قبل 35 اسبوع كده يبقى عنده ديفاكتر في ايه؟ قليل ويخلينا نستنتج معلومه ثانيه اقوى لا يمكن تحت اي ضغط من الظروف اللي جايه في العصر اللي احنا فيه ان احنا نجيب طفل عنده 20 اسبوع يعيش بره لانه مفيش اصلا ديفاكتر تنتج قبل هذا السن وبالتالي مش ممكن الطفل يعيش بره مع اقل من كده في السن احنا بنحاول نعقل بدون بعيد لكن دول قبل كده مستحيل. طيب الديفاكتر دوت يا جماعه بيعمل ايه في الديفاكتر؟ بيقلل الديفاكتر ولما يقلل الديفكتشن يقوم يجيب الالفيولاي اوبن ديورنج اي اند اي ديورنج انسبيريشن اند ديورنج اكسبيريشن ليه؟ لان بيحصل لكل سيرفس ريبارت من الاذر سيرفس وده اللي بيسموه ريدكشن اوف الديفكتشن لكن ممكن لا قدر الله ما فيش ديفكتشن يحصل ايه؟ مع كل اكسبيريشن يحصل كلها في الالفيولاي وبالتالي الطفل هيبقى مطلوب منه انه مع كل اكسبيريشن يعمل انسيليشن للالفيولاي وده موجود جامد جدا فبيعمل حاجه اسمها هاي بريشر انميديت فاكرين؟ هاي بريشر انميديت موجود جامد جدا جدا الطفل محتاجه عشان ينفخ البالونه اللي كانت كومبليت كولابس. هذا المجهود قد يتلف عضلات التنفس لثلاث ايام. ممكن يوفر عضلات التنفس انها تخرج خالص في ثلاث ايام. بس مش دي القضيه كلها. يمكن اهم حاجه ان انا حكيت لكم امبارح حاجه في غايه الاهميه كلكم المفروض تكونوا مثبتينها في دماغكم من سنه اولى انه الار بي دي وهي ماشيه في اللنج من البلمونري ارتري ورايحه للبين بتعمل حاجه اسمها اكستشينج ولازم الاكستشينج ده يكون اول ذا تايم ديورنج انسبيريشن في اكستشينج وديورنج انسبيريشن في اكستشينج يا جماعه طول الوقت في اكستشينج وكده في جروب الكربون دايكسيد والكوري اوكسيد بيقول اور البيورايت ار وركينج ان اكسبيريشن هي برضه مصلحه في الاكسبيريشن تعالوا بقى نشوف الانسان اللي عنده ريسبيراتور ديستريس سندروم ايوه الالفيولاي بتاعته يمكن تفتح في الانسبيريشن وتعمل شويه اكستشينج لكن طول فتره الانسبيريشن مفيش اكستشينج وعلى الانسبيريشن اللي جاي هيبتدي اكستشينج تخرج الار بي سي مختلفه تماما عن الار بي سي دي دايركت الاكسجينيشن بتاعها وبالتالي الولد ده يعاني من هاي اوكسجين وزياده في الكربون دايوكسيد لان الار بي سي ما عرفتش تعمل هنا اكستشينج في المنطقه دي وده اللي بيسموه الطفل ريجريشن ديفيوجن مش ماتش الريجريشن والديفيوجن مش قد بعض. النتيجه النهائيه ان الار بي سي خارجه ورايحه للهارت وهي تحمل القليل من الاكسجين والزياده من الكربون دايوكسيد. تعالوا بقى تعملوا الموسيقتين دول اكسجين قليل وكربون دايوكسيد زياده. بيقولوا ان الاكسجين القليل بيعمل بالمونري فازو كونستريكشن. طب وايه يعني؟ يقوم بيرفع البالمونري بريشر. طب وايه يعني؟ يعمل بالونه ايه؟ يقعد يسوق مركزين معايا.
مدرب كلكم عارفين ان كان في بينهم مركز ايه؟ بعد الولاية الرسول لسه مفتوحة في المنظر ده. هو لما حصل كارمونا الهايبر تنشن، البارمونا الريشر ده صح؟ طب ايه يعني لما البارمونا الريشر يزيد؟ يبتدي البلاد ينتقل من البارموناري الى الاورطة، وده ده بيقولوا ايه؟ ازرق، ويعمل في جسم ايه؟ ساينوز. حد يقول لي المشكلة تطورت ولا اتحلت؟ المشكلة الأول إن الدم كان بيروح المرض ويرجع من غير وقت. دلوقتي الدم ما بقاش يروح المرض أصلا. زي ما كان جوه الفيتس، جوه الفيتس كان الدم ما بيروحش المرض. جوه الفيتس كان المرض كولابس. وكان الدم كله بيمشي كده. ما كانش الدم بيروح المرض، كان الدم بيعدي من الدفة إيه؟ أرتريوتس ويروح الأوضة. إحنا إكسترا إكسترايل يا جماعة كانت المرض بتاعتنا كولابس كده. وكان البلمونري ارتر اللي عامل كده لازم يبقى فيه دم كتير زي الارض، وما الدم بتاعه كله كان بيروح فين؟ كان بيطلع فين؟ من الاورطة يا جماعة عن طريق دخلت ايه؟ ارتريوس. طب ما هو رجع فين؟ لما حصل هايبوكسيا حصل بلمونري بارو وبلمونري هايبر تنشن. الهايبر تنشن اللي هنا ده هو ان الدم ما عادش عارف يعدي في اللنج يقوم يخلي الدم يروح الاورطة. انا رجعت للفيتال سيركيليشن، انا جاي مرض تاني اسمه بيرزيستنت فيتال سيركيليشن. لو قلت لاي دكتور قول لي ليه بيجي لنا بيرزيستنت فيتال سيركيليشن مع البلمونري هاي مع الار دي اس يقول لك ازاي. تمام؟ لحظه، الهايبوكسيا في الجسم بتعمل لاكتيك اسيدوز. But the direct mechanism of hypoxia to do with the vasal constriction of the lung only was برضو دايلاتيشن في الجسم نتيجه اللاكتيك اسيد. يا جماعه الانسان اللي عنده هايبوكسيا عنده انيروبيك ايه؟ ولاكتيك ايه؟ بيعمل في الجسم كله برضو ايه؟ دايلاتيشن، يعني البريشر هنا بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. ادي لك خبر تاني، هو الانسان اللي عنده هايبوكسيا وعنده زياده في مين كمان؟ في الكاربون دايوكسيد، بيعمل ولا لا؟ وده يزيد الى البازو دايلاتيشن. وانا سمعت عنه واضح دايلاتيشن في الاورطة بلاد بريشر واطي والبلاد بريشر في البلمونري ايه؟ عالي، فالدم ينتقل من البلمونري الى الاورطة ما يسمى بيرزيستنت بلمونري هايبر تنشن او بيرزيستنت فيتال سيركيليشن. كده كده اي طفل بريكر ما عنده بيتا اندكتر وعشان حالته وحشه فما بتقفلش بسهوله فيفضل الوضع كده. سؤالي كده جميل. الار دي اس على سنه هيبوكسيا تاخر الكولوجر وضغط التصوير ده يوم، وهو ده اليوم اللي بيدرر فيه بالمدري هايبرتنشن. انا بكلمك على مشاكل بتحصل بعد الولاده بساعات قليله، كل ده بيحصل بعد الولاده بساعات 12 ساعه. فالضغط لما يزيد والدم اللي بيعدي فيها ازرق تفضل مرحله على طول. هو ايه اللي بيخليها مرحله؟ ان الدم اللي بيعدي فيها ازرق هي ما بتقفلش لما يعدي فيها دم اوكسجينيتد. فطالما الدم هيعدي فيها هيبرس وده بالمدري يبقى اوصل وشي نقص اوكسجينيتد. ايه اللي هيحصل؟ مش هتقفل عمرها. انا عارف انها حته صعبه، اقول فين واشرح بالتفصيل. يعني في قطع حاجه في درسنا كله على الاطلاق نعيدها تاني ونقول احنا متفقين كلنا على السلايد اللي فاتت دي ان الوقت الار بي دي فيها مشكلتين، هايبوكسيا نقص في الاكسجين وزياده في الكربون دايوكسيد لانها ما عملتش ايه؟ فنتيليشن كويس. النتيجة النهائية للهايبوكسيا هي الغاز، الهايبوكسيا بتعمل ايه في اللنج؟ بتعمل ايه في اللنج؟ بلمونري ايه؟ غازو كونستريش، فالبريشر هنا يزيد. طب وايه يعني لما البريشر هنا يزيد؟ البريشر لما يزيد هنا يقوم الدم يعدي من البلمونري الى الاورطة في الضغط اللي لسه فاتح. واصبح دلوقتي الدم الازرق اللي كان عايز يروح اللنج عشان يحمر ما بقاش بيروح اللنج، بيضطر يروح فين؟ ويعمل في الجسم فيلترال ايه؟ فيروح. بقى مشكلتين، بدأنا المشكلة اسمها الريسبيراتوري ستريس سندروم. لكن الار دي اس تطور الى مرض ثاني اسمه بريزستنت فيتال سيركيليشن. ليه كان بريزستنت فيتال سيركيليشن؟ لان اصلا احنا جوه اليوترس كنا كده، يعني الدم بيعدي من البلمونري الى الاورطة. انتوا عارفين دلوقتي احنا ايه؟ عندك حل هنا؟ قتل ال ايه؟ الرجال متحضنه بيموت، هل تفتح صدره كمان؟ ولا حتى ينفعله اكتر، ميت. ولا حتى ينفعله خلاص. ولا حتى ولا اي حاجه تقدر تجيب نتيجه في هذه الكونديشن.
الاستثناء ان احنا نلحق بسرعه على ارض قبل ما يتطور من هذا الوضع. يعني يا ريت عارف قبل ما توصل لده اللي انا عايز اقول لك عنه. خد بالك هناك ان الكربون دايوكسيد بيزيد صح؟ والاكسجين قليل. في الجسم اكسجين قليل يعني انيروبيك ايه؟ جلايكوليزيس يعني لا مش اسيدوز. وCO2 زياده يعني اسيدوز. طب اسيدوز مع اسيدوز بتعمل هاي بوتنشال ولا لا؟ هاي بوتنشال وبور بنترال بيرسون. كده العباره بتضغط بيقع واللنج بتاعته بتقفل. الرصاصه الضغط بتاعه بيقع واللنج بتاعته بتقفل. يبقى لازم نلحق نعالج الولد بسرعه ونقرا تقرير من دول. هايبوكسيا ديتو فنتيليشن بفيوجن مش ماتشنج بتعمل بالمونه ايه؟ برضه برسبشن قال لي بالمونه ايه؟ هايبر تنشن اف مش موتين بيرزيستنت فيجل سيركيليشن. يرد الكربون دايوكسيد بتضيف مصيبه جديده وهي الاسيدوز واللي بيفرط الكونتراكتيلتي وبيقلل البلاد بريشر وبيخلي الدوره الدمويه وحشه جدا. تقول لنا دكتور ما تعرضوش ولادنا البريماتيور اللي عندهم ضغط مفتوحه ابدا للهايبوكسيا لان الهايبوكسيا هتعمل مصيبه جديده اسمها ريزيستنت فيتال سيركيليشن. عشان كده مهم جدا 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 يا جماعه اقول لكم خلينا الاول نشوف الصوره اندر الميكروسكوب. نورمال الفيولاي ار اوبن باي زيرو. لكن لما جينا نقطع الالفيولاي بتاع طفل عنده ار بي اس لقينا فيها اللون ده. الدكاتره زمان قالوا يبقى الواد ده موجود شوف العرض بتاع زمان عنده هايلاين من برين جول الفيولاي عشان كده مات. حد يقول لي هو ده فعلا هايلاين من برين ولا دي بقايا الفلويد اللي جوه الالفيولاي كلها؟ دي بقايا الفلويد. اكتشفنا بعد كده ان هو ليه لونه هايلاين كده عشان مليان بروتينات. الفلويد اللي جوه الالفيولاي فيه بروتينات كتير فباين اندر ذا مايكروسكوب الهايلاين من برين في موت من برين ده دي كلها في الالفيولاي. بس تم المرض على هذه الصوره هايلاين من برين دي ولا هو هايلاين ولا هو من برين دي فاهمني؟ اتس كولابسد الفيولاي. لكن الصوره اللي بتبان لايك ذيس اندر ذا مايكروسكوب كولابسد الفيولاي فول ويز فلويد. الفلويد فيه بروتينات كتير فتصوروه دكاتره زمان ده من برين جوه الالفيولاي. في الجروس بيكتشر الليفر يا جماعه انتوا بتشوفوا كيف بتكتب كبده في الجيب وبعدين كمان في اللنج في الجيب. في فرق بين السنس اوف ذا لنج از سبونجي ها تبقى مخروط كده تلاقي اللنج بتاعه سبونجي الفيش حب الاكل طبعا. حاجات جميله يا جماعه لو بتشوفها الحاجات اللي بتقرف يعني ما قلتش توصل لمرحله الاستمك والحاجات المقرفه لكن لا اللنج جميله والليفر والحاجات دي تمام لحمه الراس ايوه ايوه ننزل حتى نتكلم في الاكل. بونجي رايت تبقى لنج لكن اقسم بالله لو ما جبتش اللنج بتاع طفل انا مسكت اللنج بتاع طفل فعلا بوست مورتم عملوا له اوتوبسي عشان في كان عليه حكم يعني كان في حكم بانه يتشرح فمسكنا فعلا اللنج بتاعته اتس نوت لنج اتس لايك ذا ليفر بالظبط لونها احمر مليانه بلاد فيسلز لكن في نفس الوقت اتس نوت سبونجي خالص خالص جروسلي اتسيميليت ذا ليفر. والفرق الوحيد اللي بيدي فرق بين الليفر واللنج هو ان فيها الفيولاي بتخليها سبونجي. ايه ليش صفحه؟ This child will appear to trip. كان نفسي بقى حد يقول لي يا دكتور الكلينيكال بيكشر دي ممكن تكبر. يعني هو البيكشر ده ممكن يختلف. الترب جريد 1 ولا جريد 2 ولا جريد 3 ولا جريد 4 ولا كده. ممكن يبدا بالتريب وبعدين يبقى عنده ريتراكشن. يعني ايه ريتراكشن؟ لما الاثنين بياخد نفس جامد يا جماعه بيعمل نيجاتيف انتر اوتوبيك ايه؟ وده بقى ريستراكشن للبيت اللي موجوده هنا الضلوع تظهر ودي اسمها ريتراكشن. يبقى اول درجه من درجات سرعه الكومبانسيشن عايز اعوض الهايبوكسيا اللي عندي عايز اعوض زياده الكربون دايوكسيد عايز اوش انهب دي سهله. لكن لما ابتدي احس ان ده مش كفايه يبقى مش هتبقى سرعه وبس هتبقى سرعه وقوه. سامع ايه؟ سرعه وقوه. فالديافرام يبقى عنيف والانتربوكس المصري تبقى عنيف وده يعمل نيجاتيف انتراجرافيك بريشر يقوم يبين لي الضلوع لان المسافات اللي بين الضلوع بقت تاكد لجوه مع النيجاتيف بريشر وده اللي بيبقى في انتربوكس ريتراكشن. لكن حد يفكر لي ايه الطفل بعد كده يعمل كده؟ لو
ليه دي عملت كده كومبينيشن ده يعني ليه دي عملت كده عشان انت مش ده تصوير المقيس ما كده في جلوس ده فوكال كورد تو بريفنت اكتيفيشن عشان العين دي ممكن تو ان دي انت بس تو فورس اوبشن تو باي وات كونسنتريشن كده شوف ده على طول يقفل البوكال كورد يقوم للشست بريشر يزيد هيخلق كونسنتريشن جريدينت فرصة للأكسجين يساعد الأكسجين في مرور الألفيولار وبعيدا يا جماعة الجرانتنج هو ثالث درجة من درجات الاسترين حاجة ربنا عاملها عشان يقدر الأكسجين يعدي الممبرين بيخلق له مور بريشر بريشر زيادة على البريشر بتاع مين اللي هو وان اتموسفير بريشر زيادة عليه يوم يقدر الأكسجين يعدي بالعافية and finally الدرجة الرابعة من الاسترين ان الولد يزرق ودي الوحيدة اللي مش كومبنسيشن ومادي ايه دي failure of compensation اذا الدرجة الاولى اسرع نفسي الدرجة الثانية اقوي عضلات يعني ريتراكشن الدرجة الثالثة اجبر الاكسجين انه يقعد كتير ويخش كتير عقلي ان انا امنع الاكسبيريشن واقفل على الاكسجين واجبر نص زي الفضلة نص so I press my oxygen inside the alveolar and finally cyanosis هي علامة فشل كل المحاولات وليس علامة كومبنسيشن ولو ده لك مارك كيو مين في دول مش علامة كومبنسيشن اكيد هنختار سيانوزس is not a sign for كومبنسيشن سؤالك؟ جريد 3 انا بقفل البوكال كورد نص يوين دي ايه؟ اكسبيريشن then I squeeze my chest نص this squeeze of the chest اللي بيت انترا الديولر اير بريشر اند بيت بريت اوكسجين تو ذا بلاد وكاني بعصر اللنج عشان ادخل الاكسجين للبلاد يعني طالما كده واضحه كده يا جماعه لو طلعت السنه السادسه وحد قال لكم الجرانتنج مالوش اكسجينيشن حاولوا تشرحوا له بالراحه لان لسه ما فهموش لسه ما فهموش زمايلكم بتاع السنين اللي فاتوا مش عارفين يوصلوا المعلومه انت توصلها ان شاء الله الدروس يعني طيب انا كده خلصت الدرجات اروح بعد كده على ايه اصلا يا جماعه عايز اكبر الكلينيكال بيكتشر ممكن نعرف علاج الدمنشن ولا جود ايه انتري انا مش عاجبني الكلينيكال بيكتشر كده وصغيره احط لها ايه وايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الجود الصوت الثالث والجود بيكتشر مظبوط هيستوري اوف سيدريشن بري ماتيوريتي فيري كومن مع البري بيرت اقول ان انت تبدأتك مصر اقول انه كومن مع الاريثروبلاستوم الثالث ممكن احطها تحت عنوان تايم اوف بيشنت يعني المريض ده متوقع مين اللي يجي له الار بي اس اقول له كده انه اصلا الولد ده هيكون من الاول بريدر غالبا بريدر مختلف وكل ما يكون مور بريدر وكل ما يكون الولد عنده سيرفكتانت قليل لو ده وبتشر الكومبليكيشن تيجي الكومبليكيشن كلها من الدكاتره يا جماعه غصب عننا يعني بصراحه يعني تعالوا يعني ده ولد عنده ريفايرسر بالسيرفكتانت هتشوفوا عنده ريتراكشن ويمكن يبان عنده ساينوز كمان الريسبيراتور ديستريس يا جماعه اول درجه اتكبني ولو نبص على فكره الولد ده هنلاقيه بينهد اهو بينهد ديستريس وكمان عنده ريتراكشن عنده ريتراكشن طب بص ريتراكشن وسوبر ترمينال وانت بص لو تركزت وكمان لما وشه يلف دلوقتي الولد طاير بس احنا بنقرب من شفايفه او باين ان هي ايه؟ ساينوز يبقى الولد ده وصل لاي درجه؟ يا ترى درجه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه هو مجمع كل الدرجات بس هو في الاخر ازرق يبقى الولد ده عنده جريد 4 انت لو حطيته السماعه على صدره انا لما بحط السماعه على صدر اي طفل يتنفس طفل لسه مولود بسمع لايف سامعين صوتي؟ لكن ده بتسمع تحط السماعه كانك مش حاطط سماعه وكتير جدا تلاقي الدكاتره الصغيرين بعد ما يحط السماعه على جزء ياخدها ويخبط عليها يشوفها شغاله ولا لا. ده بيحصل كتير قدام الار بي اس از لايك ذس كانك ما حطيتش السماعه تمام دي ار اس فالولد ده احنا هناخده جاي ونحطه على فنتيليتور يدخل الهواء جوه الالفيولاي معاه. نضغط الهواء جوه مين؟ الالفيولاي اضغط الهواء جوه الالفيولاي الالفيولاي مقفوله. انفخ البلالين مين فاكر قاعده ترسيخ البلالين البالونه عشان تتنفخ لاول مره عايزه بريشر ايه؟ طب الفنتيليتور ده مش هحطه على ضغط 12 ولا 15 بحطه على ضغط 30 عشان يقدر يدخل الهواء في الالفيولاي واللي اتوقع الضغط العالي ده يعمل ايه؟ هيفرق على الماضي يعمل حاجه اسمها نيوزور.
لما احط ضغط عالي في الفنتيليشن دي كارثه. بس انا ضغط عالي يعني لما اقطع اللانج احتمال اخلي الهواء يخرج براها ويعمل نيموسار، ودي اسمها بالبروتروما يعني بريشر تروما. انا عملت بالبروتروما تروما بالبريشر الجامد. عشان كده نقل اول ضغط الهواء هيخرج بره الالفيولاي يمشي جوه اللانج للكارتيشال الكبير ثم يخرج بره يروح الميجاستاين او يروح البلورا نيومو ميجاستاين او نيومو سور. احيانا يا جماعه من كثر ما بتبتدي بريشر عالي تخيلوا كده انسان انت واقف على صدره بعربيه راسه يبقى لونها احمر ولا عاديه؟ بقول لك عربيه على صدره احمر. ليه راسه احمر؟ كونجيشن. كونجيشن ليه؟ لان انكريز ذا انترسيرات بريشر لما ترفع البريشر هنا او تؤمر واحد بيوسع الحته دي جامد جدا تلاقي راسه حمرا جدا جدا لانه الفينس ريتيرن وقف فالراس بيبقى كونجيستد جدا. بس الكلام ده يا جماعه في الدريما سير مش هيستحمل البلاد فيسلز اللي في راسه بتاعته هتفرقع ويحصل له انتراكرينيا هنا. ده البلاد فيسلز بتاعت اللانج نفسها عامله بريشر بتفرقع ويحصل بالمونري. اذا الطفل ده هيحصل له بالمونري هيموريج ويحصل له انتراكرينيا هيموريج نتيجه استعمال هاي بريشر. بس انا مضطر لاستعمال هاي بريشر لان الالفيولاي من الحد ولا لا؟ اذا ربنا كرمني دلوقتي عاش عارفين يقعد على الفنتيليتور قد ايه؟ بريتيرم 24 اسبوع بيقعد له على الفنتيليتور شهريا. بياخد اكسجين كام؟ غصب عنه 100%. يا دكتور الاكسجين 100% مؤذي. يا عم ما انا مجرد ما باجي اقلله ل 80 بلاقي الواد يترقى ويموت. فمضطرين كلنا نحطه على كام؟ 100% اكسجين. تفتكروا ده يعمل مشكله ولا لا؟ بينديوس فايبرس تيشو بروليفريشن في حتتين في جسمي. ان ذا لان اند ان ذا ريتنا. يبقى حصل لي حاجتين، الوجع اللانج بتاعته هيحصل لها ايه؟ تعالوا انجوي المنظر ده. من كتر ما انت بتجيب اكسجين كتير بصوا للصوره الجميله دي يا جماعه دي هيلثي لانج. بدات تبقى كده اند فاينلي بقت كده. حد يقول لي حاجتين بايه؟ اه يعني حصل فايبرو بلاست وفايبرو تيشو تيكنينج للالفيولاي والبرونكاي. انا وريتكم قبل كده صوره البرونكو في السخينه والنهارده بوريكم صوره الالفيولاي في السخينه وده اللي يسمى برونكو بالمونري ديسبليزيا. وده يصعب جدا الكافيت تشينج لدرجه ان انا اعرف طفل بيتر عايش في اوضه اكسجين ما بيخرجش منها طول عمره، لو خرج منها هو عايش في اكسجين 40%. ما ينفعش يخرج يعيش في اكسجين العادي لان اللانج بتاعته دي عندها صعوبه في الجاز اكسجين اوف اكسجين. اتفقنا يا جماعه ان انا لو حطيت طفل على الفنتليتور هيحصل لي حاجه اسمها برونكو ايه؟ بالمونري ديسبليزيا. بس انتوا بتحطوا الفنتليتور ده عن طريق حاجه اسمها اندوتراكيال. وفي النيونيت مفيش حاجه اسمها تراجيستا. في النيونيت بنسيب التيوب تفضل راكبه على طول واخدين بالكم ده الفوكال ايه؟ امال ايه الفتحه اللي تحت دي؟ حصل تحت الفوكال كورد ستينوزس وممبرين كاستجابه للتيوب اسمه صب كولوستيك ويب. بقى عندي ويب تحت الفوكال كورد والطفل ده عايز جراحه لانه بيتقفل بسهوله جدا جدا وممكن يموت بسهوله. يعني يا دكتور كتر استعمال التيوب عمل صب كولوستيك ممبرين وفي نفس الوقت اللانج كلها حصل لها برونكو بالمونر ديسبليزيا. النيوز ايه؟ انا دلوقتي بكلمكم على مشكله واحده من مشاكل مين؟ البريما تيور فاكرها؟ فاكرين لسه في المشاكل دي اول مشكله ناخدها. والمشكله دي نتجت عنها عمى ونتج عنها برونكو بالمونر ديسبليزيا وصاب جروبتك ويب. ده لو عاش في امريكا جمعوا الاطفال البريتيرم تحت 26 اسبوع وهم عندهم 20 دم جمعوه زي ما انتوا عاملين كده وعملوا لهم فوتنج وي تشوز would you like to die at birth ولا would you choose to be dead. فكلهم قالوا die at birth لان مفيش فيهم حقيقه حد عايش بيسمع كويس شايف كويس بيتحرك كويس. السن الصغير قوي ده كل حاجه بتؤدي الى مصيره كده. يعني مع تطور العلم احنا بقينا بنسمع في اطفال 24 اسبوع و 23 اسبوع مش في مصر كتير لكن بره فيري كومن انك يعيش طفل عنده 24 اسبوع بس بيعيش بيعانى. اديكم شفتوا اول عادتين قدام كبروك وبالمونة في الكليبيا ودي بتاثر عمره جدا صار جروك في نور الثقرة كرونيك كومبليكيشن لوبر انتديما. اقول لكم يعني ايه لوبر انتديما؟ تخيلوا كده لو بروك من البرونكاي بقت ضيقه تسمح بدخول الهواء لكن لا تسمح اللوب دي تتنفخ قوي قوي ولما اللوب تتنفخ تضغط على بقيه اللنج. ده بنفس فكره السبلوكت ميمبرين كمل قرايه. الحاجة الثانية برونكو بالمونري ديسبليزيا، الحاجة الثالثة سابجلوبتك تيموس.
ديفينتلي الاكس راي الفرق بين الانسان الطبيعي، كلكم عارفين الناس الطبيعيه شكل اللنج بتاعها اسود، وبين اللنج دي ايه دكتور اللنج اللي لونها ابيض دي؟ يا عم اللنج لونها اسود عشان فيها هواء، شفتوا معايا اللنج بتتكلم الاكس راي ولا ايه؟ شفتوا معايا اللنج بتبقى لونها اسود، لكن اللنج دي لونها ابيض قوي لان كل الالتيفايز بتاعتها مقفوله، وده اسمه وايت لنج. واحيانا تحس ان اللنج لا برضه منقطه. يا عم ما هو انا لما بحط الطفل على اندوتراكيا ديول ودخل الاكسجين بالعافيه بعض الالفيولاي بترضى ايه؟ تفتح والبعض قافل، تقوم تبان اللنج عامله زي ما تكون نوديول، فسميها ريتيكولو نوديولار وبس. يبقى يا اما تلاقيها وايت لنج تماما زي دي، طب بص دي الاصعب وايت لنج خالص خالص، يا اما تلاقيها فيها شويه نوديولز صغيره خالص لايك دي سودا، سموها ريتيكولو نوديولار وبس. الاكس راي على فكره انا ما بعملهاش كتير، انا مجرد ما يجي لي طفل دي مديول لسه مولود ببقى متوقع ان هو اسمع اللنج الاقي ارض انا اللي يشغل بالي، ما اعرفش تقولوا لي ايه اهم حاجه تشغل بالي؟ الموسيقيين دول يا جماعه لو الاكسجين قل بالمونري ايه؟ سكت اللي يروح ما يرجعش، لو الكربون دايوكسيد زاد معناها هايبوتنشن وسبريشن للهارت، ولو وصلنا لمرحله كبيره اسيدوزس مات مني الواد من الشوك. عشان كده يا جماعه احنا اهم حاجه عندنا الارتيريال بلاد جاز انجول. انتوا امبارح في ناس منكم حضرت بالاي جي وعارفين ان المفروض البي اتش تبقى كام؟ 7.35 الى 7.45 بوزيتيف. يعني فكره صوره ارتيريال بلاد جاز بجد مش انا اللي كاتبها، دي صوره ورق تمام؟ ثلاثه يبقى اسيدوس ولا اسيدوس؟ طب بص السيرو 2 كام؟ 92، هو المفروض يكون كام؟ 35 ل 45. طب بص الاكسجين كام؟ قليل قوي قوي قوي، والكربون دايوكسيد زياده، دي صوره اي بي جي بتاع طفل بريماتيور ار جي اس حقيقي في ارض الواقع تمام؟ فعلا عنده زياده في الكربون دايوكسيد، وفعلا عنده نقص في الاكسجين، وفعلا عنده اسيدوزيس. لو ما صلحتش دول يا ابني هيحصل بلمونري هايبر تنشن وهيضيع منك الورد. ليه؟ لان البلمونري هايبر تنشن يخلي الدم يروح فين؟ بدل ما هو مش عايز يروح اللنج يقول نروح فين الى الاول. كان حد عنده سؤال؟ لا حضرتك قلت جبت العكس وهيبقى مفروض فيها اكسجين على الجنين تلاقيه، يعني جبت الترامب كده. اه. جميل. هقول بس بسرعه كده ريتيكولو نوديولا هي مستفضله علينا، بس احنا عندنا حته اسمها اكس راي كامله تشيل. يعني انتوا عارفين دي حاجه اسمها تشيل اكس راي. في مجرد في الاكس راي خلاص بتي جي والكارديو والاكل ما شاء الله عليكم. فاضلنا بس اللي تشيلها. اه. احنا خلصنا انت ما خلصتش انا عارف. فان شاء الله خير. يعني ايه ريتيكولو؟ يعني تحس كده ان الاكس راي فيها شرق. باينه؟ تحس كده ان الدنيا منربشه كده زي الشرق. نوديولار يعني برضه ممكن واحد يقول لي لا انا شايفها نوديول. مفيش دكاتره قالوا ولا تتخانقوا ولا حاجه، احنا شايفين نقط بيضاء ونقط سوداء، وده دكاتره تانية قال لي شايفينها شرق. طب نسميها الاثنين ريتيكولو نوديولار، لكن هو وصف لانج منربشه وخلاص. منربشه قبل بس. بيرفكت. ليه؟ الفيولاي مقفوله. بيضة مفيش فيها هواء، والفيولاي مفتوحه سودة فيها هواء. مش كل الالفيولاي، لكن لو كلهم كولابس يبقى المصدر ده جنسي، واللي ده بيسمى الوايت لانج، بيسمى ايه؟ وايت لانج. لا شك ان انا ممكن اشوف صوره ثانيه غير كده، اشوف الصوره دي، حد عارف ده ايه من قبل ما نشرح؟ ده طفل فرقع بقى خلاص. دكتور مصري حط له الضغط على 30 مش كفايه، 40 مش كفايه، 50، راح فرقع له مانج وعمل حاجه اسمها ايه؟ نيموسورس. سو اكس راي كان ديسكفر كمان اذا كان في نيوموسورس ولا لا؟ نرجع تاني للاكس راي. يا ريت تكتبوا لي يا جماعه بعد اذنكم كومبليكيشن جنب الاكس راي، كومبليكيشن لايك نيوموسورس جنب الاكس راي. يعني الاكس راي ممكن يزود فيها ان انا بايت من ايه؟ كان نيوموسورس. والامتحان كان في معاه. مطلوب منه صورة؟ الاكس راي ايه البروكوجرام دي جواها خاص؟ يعني في مشروبات لكن سيبوها مش تحت الاكس راي. الوقاية خير من العلاج، أهم وقاية يمكن أقول الكلام ده، يا ريت حضرتك تتفادى البريماتوريزم. إزاي تتفادى البريماتوريزم؟ يبقى الأم جزء يعني الأم تكون هيلثي مادر، تكون عامله جود برين انت كير، بتتابع مع دكتور النساء، بتروح كل شهر لدكتور النساء عشان يكتشف اي مشكله ممكن تؤدي الى البرين، زي مثلا سيرفايفل انكومبتنسي. يقوم يطلع لي
السيرفس يعمل حاجه اسمها سيركيولاش مثلا. اذا بوت بريمتر كير جاي تتفادى، لكن اذا كان لا محاله نزيله خلاص يبقى مفيش حل غير ان انا اعدي الولد ده ستيرويد بسرعه كونه شويه ايه سيرفكت. ممكن يديله فيتاميتازون، ممكن يدي ديكساميتازون للام. الكورتيزون اللي يديته للام هيروح للبيبي ستدريما في بطن مامته، هيروح يديه لبطن مامته هيروح للبيبي ويمتيول الالفيولاي. بس على فكره مش 100% يعني حاجه بسيطه، او بيعمل انجوجمنت من 10 ل 15% نقرا. يبقى يعمل ينعمل جود برينيتال كير، انتينيتال كورتيكوستيرويد، يا بيتا ميتازون يا ديكسا ميتازون، ولا اختيار الافضل هو البيتا ميتازون. اقل في الاثار الجانبيه على الام وافيد للبيبي. الكلام ده لو بيبي هيتولد ما بين 24 و 34 اسبوع، لكن ما تجيش على بيبي 35 اسبوع تقول انا هديله رد الام كورتيزون، لانه غالبا عنده سيرفكتن كويس، مش محتاج يعني الساندا بتاعتك دي 35 36. ايوه بريكار، بس بريكار كبير. انتوا فاهمين ان الدرجه بتزيد بتاعت الار دي اس كل ما الطفل يبقى اصغر واصغر واصغر، وبالتالي لو طفل 24 اسبوع 25 اسبوع انا مرعوب، ده لازم ادي للام كورتيزون. لكن لو طفل 35 اسبوع ده مش محتاج كورتيزون. تعالوا بقى نشوف لو طفل لا قدر الله فعلا حاله فشله، يعني الولد نزل وعنده ار دي اس. على فكره الار دي اس بيكتشر بتاعته بتبدا انيجيت بيأثر وتقعد تزيد 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 نتيجه حاجه مهمه جدا، اجهاد الولد اللي بينفخ البلالين مع كل الانسبيريشن. لو فاكرين المثل ده فالبيكتشر بتاعته رابد للبيكتشر، فلازم جاي ياخده على الحضانه. ياما اطفال كتير بتاخده على الحضانه لاسباب مالهاش حدود. يا ترى الاسبيرات الانسبيرات دارت النهارده، ولا دارت النهارده بيكونيوم اسبيريشن، ولا دارت النهارده ترانجيا بتكبنا وتاني بورد، ولا 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 حاجات كتير قوي. في كل هذه الدروس لازم تعرف حاجه واحده بس، ان احنا بناخد الطفل للحضانه عشان يعملوا لي حاجه اسمها مونيتور اند سبورت. هذا الطفل ما ينفعش يتابع بالعين كده. مفيش بريتير مع حضرتك او نيو بورن تعبان كريتيكال ايه يتابع بالعين. بيتحط في الحضانه حاجه اسمها مونيتور. بصوا للصوره وقولوا لي الولد ده والشاشه دي اللي متعلقه فيه ايه بنتابع ايه فيه؟ حضرتك ايه؟ واضح فيه هارت ريت، ساتوريشن، بلاد بريشر، الفاري، هارت ريت وريسبيراتوري ريت وبلاد بريشر وتمبريتشر. واضف اليهم جهاز كده بيجيب ايه؟ بيقيس الاكسجين ساتوريشن اللي هو دلوقتي موجود على الموبايلات ده، عارفينه؟ اللي هو بيقيس الساتوريشن تشبع الاكسجين. وانا شرحت ايه الفرق بين الاكسجين ساتوريشن والاكسجين بريشر، واللي ما سمعش الكلام ده يسمعه يوم الخميس ان شاء الله في الاي بي جي. لازم تعرفوا يا جماعه ان احنا بنقيس كمان تشبع الاكسجين في البلاد عن المونيتورنج ديفيشن. لا ده انا بقيس حرارته، على فكره البتاع دي بتقيس حراره بلاستيكه كده بتتلزق على الشيست وتقيس حراره الطفل. يبقى انا بقيس الاكسجين والتمبريتشر والهارت ريت والبلاد بريشر، مش بس المونيتور دول. كل العيال الموجودين كريتيكال ايل بيحصل عندهم هايبوكالسيميا، زي البريماتور، هايبوثيرميا، وبالتالي لازم امونيتور الالكترولايتس والبلاد جلوكوز واعمل سي بي سي، لان كلهم بيجيلهم انفكشن خصوصا ان هم داخلين حضانه. سو اي ام مونيتورنج ايفري ثينج. خدتوا بالكم انا خدت كام عينه؟ قست الجلوكوز والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وعملت سي بي سي وسي ار بي، يعني خايف من انفكشن ممكن تعمل كتير. خلي بالك السامبل دي ممكن تعمل انيميا بعد كده، بس انا مضطر غصب عني ان اخد سامبل كتير. ده كفايه بس ان انا اقول لكم ان انا لازم امونيتور بارتيريا البلاد جاي، يعني كل شويه لازم ادخل جوه الارتيريا اخد دم. اقرا مونيتور، اكتب صمبا بالعربي، اكتب الصمبا. الصمبا دي هنعملها ست مرات في الشهر، يعني النص الصبح ده او الثلث الصبح ده لو حفظناه يبقى احنا حفظنا الحته دي لست اماكن. هارت ريت وريسبيراتوري ريت وبلاد بريشر وتمبريتشر واوكسجين ساتوريشن وارتيريا بلاد جيد، ودي مهمه جدا النهارده، والهيموجلوبين والالكترولايت وكالسيوم وجلوكوز. اكتب وتجي تيجي ار بي وخليها في صمبا في حياتي. وتجي تيجي ار بي ما جبتش كيف تجي اس ار؟ قال لي اس ار اقل اهميه من التي ار بي في النيونيه. قالوا لنا الكلام ده نكتب ان هي حضانه ولا ايه؟ الصمبا بقى تكون ايه؟ الصمبا دي بقى حضانه، الصمبا دي بقى حضانه. الصمبا دي حضانه. السي ار بي يعني في الدي ان اي. ليه؟ انا عارف ان ده في الدي ان اي اهم من دي اس ار. دي انتوا عارفينه ولا لا؟ رايق. يبقى يلا يا جماعه قول تاني، انا عملت ايه للولد ده؟ مونيتور، مونيتور ايه؟ يلا فايتر، يلا ايه؟
كاسبيريشن ارتيريال ايه بلاك جاز صوديوم بوتاسيوم كالسيوم جلوكوز دي بتيجي على بي. شكرا. انا عملت مونيتورنج في الحضانه. الحاجه الثانيه وانا بعمل مونيتور عشان اعمل سبورت اي طفل في الحضانه بشوف الهارت ريت عشان ادجست البلاد بريشر والتمبريتشر وادجست بعمل ثيرمورجيليشن الحراره بعمل كنترول السيركيليشن بدي اوكسجينيشن بدي انتي بيوتيك ليه؟ ما جايز الولد عنده نيمونيا ومش ار بي اس قال لك يا عم انت لما تعمل اكسجين وتعمل الفحوصات بتاعتك هتتاكد ان هو ار بي اس مفيش وقت جاي بعد ما تتاكد ان ار بي اس يكون مات سو احنا بندخل الطفل الحضانه على طول بعد كده هتلاقيه واخد انتي بيوتيك ثلاث انواع مع بعض في الورين في الامبريكال كاستر والاكسجين محطوط عليه كده اوتوماتيك ويسبورت ذا بيشنت من غير انتظار ويديله الاي بي تي او 2 ويقول له بص احنا لسه هنستنى الهبط ولا ما هبطش سو وي مونيتور اند وي سبورت على طول من اول لحظه تيرمال ريجيليشن قافلين عليه الحضانه حرارته تفضل 37 الحاجه الثانيه اي بيك داون ولو القلب ضعيف ان ترابط في القلب ولو محتاج جلوكوز اي جي جلوكوز ولو شاكين اي شك ان فيه انفكشن او مش شاكين هندي بروز الفلتر ما عندي بس لغايه ما نتاكد ان ذير نو نيمونيا ذير نو انفكشن في البيت تقرا دخلت الحضانه ليه؟ تيرمال ريجيليشن ليه كمان؟ عشان اصلح اذا كان في اسيدوز واصلح الفلوس واصلح الالكترولايت اكتب كمان والجلوكوز اكتب كوما كمان والجلوكوز كوما وانوترابت اول القلب لو ضعيف لو حاسس ان القلب ضعيف والضغط واطي انوترابت اه انوترابت ودي مضاد حيوي يا جماعه اي طفل في مصر يخش حضانه وتلاقي مفيش مكتوب عليه مضاد حيوي لازم تخاف لانه الحضانات في مصر معنى للبكتيريا حضانة البكتيريا حضانة اللي بتنزل للبكتيريا اصلا المستشفيات بتاعتنا كلها كده فعشان كده احنا عندنا اي طفل يدخل حضانة لازم ياخد اسئله استثناء الطفل اللي داخل فورنيزا جون من ده انا ما بخرجوش يعني مش بعمل له حاجه في كل ثانيه انا كل حكايه بحطه في الجهاز الضوئي واطلعه ايه يرضع عنوان وسمعت ان الحاله دي بيرو كمان احنا عملنا حاجه حلوه قوي في الريش وبداوا يقلدونا في كل حته في مصر احنا عاملين حضانه مستقله للاطفال اللي هيدا جون عشان ما يخشوش مع الاطفال اللي عندهم ار دي اس واللي معاهم نيمونيا واللي معاهم ليوكيميا فاسبريشن واي 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 فيغلي منهم لان كان زمان ساعات تلاقي الطفل داخل من خارج ميت طب ليه كده؟ يعني يبقى يقعد لوحده خالص يعني الاوضه دي يا جماعه اسمها حضانه فيها الصوره دي دي بقى الحضانه الصغيره اللي هي 50000 او 60000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده عبر حضانات وعبر الحضانات لحضرتك اسمه حضانه ثيرابيست انا واحد المفروض بره 1 تو 1 يعني ايه 1 تو 1 كل مريض واقع على حضانه واحده تعصب ليها وتروح تشتغل انت تعصب ليها وتروح تشتغل بنفس الجو هنا في مصر نفس للعنبر كله فجاب كده يا عيني جاب على فنتليتر وده مش عارف ايه ده عامل فبسرعه بسرعه الانفكشن هنا بسرعه لهنا ومن هنا لهنا من هنا لهنا تدخل في اخر الاسبوع تلاقي كل الاطفال عندهم كل الحاجات زي بعض فمدمن العدايه لو هبط مش بمونيتور ابتدي لقيت سكر قليل هديله سكر لقيت كالسيوم قليل هديله كالسيوم يا جماعه الاسئله اللي طورنا هنا المبدع انا عارف المبدع ستيفن بورن انتوا ما تقولوا اسمه فكر فكره رهيبه جدا بص كده قال لك ايه؟ قال لك الطفل اللي عنده الالفيوال كلاس يورين اكسبايريشن انا ما عنديش صوت بتاع الالفيوال كلاس يورين ايه؟ قال لك طب انا مش هعمل اكسبايريشن انا هحط جهاز يخلي الضغط جوه اللنج ما ينزلش للزيرو في الاكسبايريشن الضغط بيطلع تقريبا ل 20 وفي الاكسبايريشن بينزل للزيرو انا هحط ضغط في اللنج 10 بحيث الطفل ده لما يجي يتنفس يعمل كده ما الضغط بتاعه ما ينزلش لغايه كام؟ زيرو يبقى انا منعت نص الاكسبايريشن فمنعت ان الالفيولات تلزق في بعضها حد يقول لي تجيبين على الطفل اولا انا خليت مجهوده صغير لانه ما بيديرش مجهود الاسبيريشن كله بيدي نص مجهود. ثانيا انا منعت الكولابس اوف ذا الفيولايز ديرنج اسبيريشن وهذا الجهاز بيدي ضغط مستمر ويترك الطفل يتنفس باللون الازرق لكن هو عنده ضغط مستمر فبنقول كونتينوس بوزيتيف ايرواي بريشر
بيسموه كونتينيوس بوزيتيف ريفرج، وهو جهاز بيدي ضغط مستمر يعني يمنع الفول اكسبيريشن، فيحافظ على ان الالفيولاي تفضل مفتوحة على طول. نقرا نيزل كونتينيوس بوزيتيف ريفرج، وده لو لقيت الاكسجين بيقل عند الولد، ما هو كل الارض بصراحه الاكسجين بيقل عندهم تحت 50 تحت 60 تحت 70 تمام. لكن لو لاحظت اضاءة الاكسجين نزل النص، هو الطبيعي ان الاكسجين يبقى 100، لو نزل النص بقى 50 احنا وصلنا لمرحله اسمها ريسبيراتوري فيلر، ومعناها ان رغم المساعده دي الطفل مش قادر يساعد نفسه. سو ايم جوينت تو بي لايك ذيس، بص هنا وانجوي. الليفل هو الفنتيليشن، انا بعمل ايه دلوقتي؟ لا ده جهاز تنفس صناعي بجد، يعني الطفل بيتنفس اهو وبعدين جاب بيعوض بيساعده بيديله نفس كامل انسبيريشن كامل. بس ما منعش الطفل انه يتنفس. لا انا عايز افهم بقى يا دكتور، هو الجهاز بيعمل ايه؟ الجهاز عنده سنسور، اول ما يلاقي الطفل عنده استعداد انه يريح شويه يعني يهدى شويه يقوم يبتدي يشتغل هو، وبعدين اول ما يبتدي البيبي يحرك صدره عشان يتنفس يقوم جاب جسمه. عنده سنسور بيحس بلحظات السكون ويجي فيها ميكانيكال فنتيليشن، بيحس بلحظات ايه؟ السكون ويجي فيها ايه؟ ميكانيكال فنتيليشن. يبقى انترميتنت ولا كونتينيوس؟ انترميتنت. ثانية واحدة، طب ودول عددهم كام؟ خمسة. لا يعني الفكرة هقول للجهاز اديله 50 نفس في الدقيقة، هو هيوزعهم في لحظات السكون، بس انا اجبرت الجهاز ان يدي عدد معلوم، العدد ده يوزعه في لحظات السكون بتاع الدقيقه، اللي ليا ان كل دقيقه يدخل الطفل ده 20 نفس والطفل يتنفس ب 21 نفس، التوتال يبقوا كام؟ 40. فسموها انترميتنت لانها ما بتجيش كونتينيوس. ماندتوري ما معنى ماندتوري؟ يعني اجباري، انا اللي بجبر الفنتيليتور ان يدي الطفل 20 نفس، لكن بدي فرصه للفنتيليتور يوزعهم في لحظات السكون. عشان كده سميناها انترميتنت بس مانداتوري يعني اجباري، العدد اجباري لكن التوقيت مش اجباري. اكتب فوق كلمه انترميتنت يعني اون اند اوف بوزيتيف بريشر فنتيليشن، بعد اذنك اكتب بالقوسين مانداتوري نمبر، اصل هتبتدي تعمل انستيتيوت الانترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن جيف فيكسد نمبر اوف فنتيليشن، ايوه لكنه بشكل كونتينيوس ولا انترميتنت؟ لا بشكل انترميتنت. عشان الطفل ما بص بص يا فريد، لو الطفل بيتنفس، بصوا يا جماعه كلكم، لو الطفل بيتنفس وهو بياخد نفس الفنتيليتور حاول يخرج نفسه، او وهو بيخرج نفس الفنتيليتور بيدخل نفسه، يعني بيعملوا مجهود عكس بعض، يقوم يحصل ليه مصاره، فلازم الفنتيليتور ينتقل اللحظات اللي فيها تشيفت هاي عشان يقدر يدخل ويخرج عشان ما يحصلش حرب، واللي كان بيتحرك بايده بيشنت فايز فنتيليتور. لما يكون انسان بيتنفس كان زمان كده الجهاز الفنتيليتور شغال على طول، والعيان لما يحاول يتنفس يحصل عدم توافق بين الاثنين ويسموها ذا بيشنت فايز فنتيليتور. عايزين نبقى كتير بره اكثر، لكن المهم احنا بنعمل الكلام ده لو الاكسجين تحت 50 او كربون مايكسايد فوق 70، معناه الاثنين دول معاهم بيتغيروا. اوبشن تحت 50 او كاربون دايوكسيد فوق 70، الاثنين دول معناهم ايه؟ ريسبيراتوري فيلير او الاسيدوز. وثانيه واحده، هو الفنتيليتور يتعين في الاسيدوز ولا لا؟ الفنتيليتور يفنتيليت يعني يوش كاربون، ولما يوش كاربون دايوكسيد يكون ريكتنج ايه؟ الاسيدوز. هل مهم ان انا كوريكت الاسيدوز؟ هل مهم ان انا اوش كاربون دايوكسيد؟ هل مهم ان انا ادخل اوبشن؟ لو اتاخرت شويه ايه اللي يحصل؟ ريزيستنس ردوا عليا ديتا تسميشن مات مين الدكتور؟ يا اي دكتور اشتغل مينيتولوجي الار بي اس مش مرض فيك، مرض شود بي فيري اكتف سريع جدا، لان ال 10 ساعات بيحكموا الطفل ده يموت ولا يعيش، اول 10 ساعات بيحكموا فعلا الطفل ده يعيش ولا يموت. لغايه ما اخترعوا التسكر في اواخر السبعينات، التسكر يا جماعه ده اللي اتحط ولا الايمان، طب ما تيجي نجيبه من بره، كنا بناخده نعصر نجيب البقر نجيب اللنج بتاعته نعصر اللنج اللي نازل منها حاجه زي الغاوي كده، وبعدين اللنج بتاعته الكلاب دول ثانيه كانت تجيب اللنج بتاعته الكلاب، ونجيب خلاصه اللنج بتاعته الكلب نحطها في الطفل. تفكر برضه حاجه زي الغاوي بتعمل ايه؟ قالب ايه؟ تمشي. وطبعا ده كان شيء مقرف شويه،
ومش كبير وكده من الألف، لأن أكيد في بروتينات عند الكلب مش عنده الإمكان. الحاجة الأحسن من كده إنهم عملوا ريكامب يعني صنع في مصنع إن ذا باكتر، ده غالي جدا لأنه مش معمول على جرنيت يعني زي ما أنتم متخيلين، دي حاجة صعبة جدا ومعقدة. سيرفاكتنت لو تقروا كلمة سيرفاكتنت مكتوبة في تحتها سيرفاكتنت، this vial cost now 12,000 pounds by the way. The vial. والبيت بيحتاج مين بقى؟ يعني بنتكلم في 24,000 جنيه سيرفاكتنت. هو هياخدهم فين دول؟ انتوا تركيه احط الانتركاتيو واحط كام سيرفاكتنت واحطه بشويه هواء يقوم يدخل جوه الالفيولار يقعد مكانه يقلل السيرفس ايه؟ تنشن يحسن حاله الطفل 40%. ده رائع ويقعد جوه اللنج ثلاث ايام هيعدي لي فتره الازمه كلها. عشان كده ده شيء مهم جدا. زمان لما كانوا بيجيبوا لي السيرفاكتنت بقى في الحضانه 12,000 زمان كان بدا يحطها شويه، كنت ينتنش الانبوله بايدي اجيب لها ترولي كده اقول للام او الاب اللي جاي احط البتاع وامشي بالترولي، ما انا لو وقعت من ايدي يبقى الشفتات بتاع ثلاث سنين اللي قدام راح، يبقى النوتشات بالهواء بس اللي ماشي على ايدك خالص تحطها بتاع تمشي كده زي ما تكون حضرتك ماشي في حاره الجمهور وتفضل ماشي لغايه ما توصل للحضانه تجيب الطفل للانبول مش تجيب الانبول. سيرفانتا او سيرفاكتن سينثيتك سيرفاكتن بتاخد انترا انتراكيان الامبروف الامبروف ذا كونديشن جدا جدا فور 3 دايز. نقرا ناتشرال كان زمان، ناتشرال ده كان زمان، ناتشرال ده كان زمان او سينثيتك سيرفاكتن كان دي جيفن فاير ذا انتراكيان تيوب وبيدي تحسن بنسبة 40% واعتقد ان دي حاجة مش وحشة. تحسن 40% مش وحشة. كلكم تعلموا ان الطفل ده فول تيرم ولا بري تيرم؟ لا انت تعرفوا يعني ايه فول تيرم؟ ايوه فول تيرم. عنده نورمال تون ولا هاي بوتون يعني؟ والكريز ايديه كاملة وودانه كاملة وفيجرس وديتراي. هل الطفل الفول تيرم اللي مولود فاجاينال ازاي عرفته؟ شايفين رجل الام اهي البيبي ده لسه طالع والامبيليكال كورد اهو ده مولود فاجاينال كده ولا ايه؟ تمام؟ فالبيبي ده اللي مولود فاجاينال ما يجيبوش ابدا في ما يجيبوش ارضي مش متوقع يجيب ارضي لانه حسب الاستريس بتاع الولاده ولانه كل ديانه ولانه مكون ترفاكتس ولانه فيري هيلثي لكن بيجيبهم برضه مرض بيخلي نفسهم سريع اسمه دراهم من كتير من الاطفال بعد الولاده الهيلثي المبذول احيانا بتفضل بعض الميه في الالفيولار بتاعتهم مش راضيه تبقى ريقه الزرقاء. هو الميه بتاعت الالفيولات بتاعتنا دي بتروح فين بعد الولاده؟ انتوا عارفين ان احنا انترايتراين كانت الالفيولات بتاعتنا فيها هواء ولا ميه؟ مليانه ميه. طب وحوالين الارض كان في ميه. ايه ده احنا انترايتراين كان عندنا بلورال افيوجن، كلنا كان عندنا شويه بلورال افيوجن وكان عندنا بالمونري ايديم الالفيولات مليانه ميه. اول ما تيجي تاخد نفس السيركيليشن بتتحسن جدا في اللنج تسحب الميه دي. اوعى تكون فاكر ان شويه سكشن السكشن ده حاجه تجيب الميه الاستراتيجيه والبرونكال لكن الالفيولاي دي لازم تتسحب على السيركيليشن لاسباب غير معروفه. يحصل تاخر في تنظيف الميه دي. معنى كده يا دكتور ان الالفيولاي تبقى كلها لا يا ابني انا ما بقولكش ارضي ايه هي مفتوحه اهي بس في ميكنج في الوول مصعب شويه عمليه الاكستشينج اوف اوكسجين بس بس الالفيولاي ار اوبن بدليل الصوره بتاعتها اهي انجو دي صوره اللنج سودا ولا بيضاء؟ سودا بس فيها شويه خطوط كده. السكريشن اللي مش عارفه تخرج من الالفيولاي بدات تتمشى في البرونكات. السكريشن اللي مش عارفه تخرج من بدات تتمشى فيه فترسم لي البرونكاي في شكل خطوط بيضاء سموها برونكو باسكولار ماركينج خدتوها قبل كده بس المره دي برونكو باسكولار ماركينج مش بسبب الباسكولار ماركينج بسبب البلود اللي ماشي جوه البرونكاي. الى العباقره حد يقول لي ايه الخط الابيض ده؟ وايه المثلث الابيض ده؟ ده ميه حوالين اللانك مش عارفه تفتح. ده ميه بتوين تو لوبس اوف ذا لانك بيسموها انتر لوبيولار فيشر. ايه ده؟ الحاجات دي اصلا كان فينا كلنا انترا ايه؟ ازراين. بعد الولاده الميه دي والميه دي بتتسحب ولا ما بتتسحبش؟ المفروض تتسحب. انتوا عارفين يا جماعه المرض ده مش خطير ليه؟ بيكون الفيولاي ار اوبن. والله العظيم زي ار اوبن لان عندهم جود سيرفكتن. شويه ميه تخينه شويه بس هم اوبن مفيش فيها مشكله.
حد يقول لي سبب المرض ده ايه؟ delayed reabsorption of platelet from the lung. نعرف سببه؟ ما نعرفش ولا نعرف سببه ايه. رقم 2 بيجي في الفول تيرم ولا في البري تيرم؟ في الفول تيرم. يعمل كبير ولا مايلد ستريس؟ ممكن يبقى كبير بس لكنه بيقعد يومين ويختفي. الار بي اس بيتطور في 3 ايام بينما الترانزين تقريبا زي النورمال بينحدد في 3 ايام تو ذا نورمال. يعني الار بي اس اول يوم وحش، ثاني يوم اوحش، ثالث يوم اوحش. السي تي ان اول يوم وحش سنه، ثاني يوم كويس، ثالث يوم نورمال في بيته. حاجه ترانزيت فعلا وشويه تكني او ثاني بورد. نقرا مع بعض. It is transient respiratory distress due to diminished age. Clearance of the lung fluid after birth. اوعى حد يفكر ان دي غلطه الدكتور. Clearance to the circulation. احسن حد يفكر انها clearance لبره في الشارع على كح الميه. It is the first cause of respiratory distress. ايوه في الفول تيرم. مايلد ريسبيراتوري ستريس مايلد فعلا. بعض الحالات بتبقى كبير شويه لكن والله بتمبروف. اول يوم وحش، ثاني يوم، ثالث يوم نورمال. يعني 48 ساعه وتعدي الدنيا على خير. الاكس راي اقرا انكريز بالمونري فاسكولار ماركينج. اوعى تفكر انها فاسكولار، امال ايه؟ الكولوريت تو ذا انكريز الليمفاتيك سيستم. اكتب كده اراوند ذا برونكاس، الميه اللي ماشيه حوالين البرونكاس. اكتب كده اراوند ذا برونكاس، يعني الليمفاتيك اللي حوالين البرونكاس بتحاول تتصرف في الميه اللي قاعده دي. فلويد ان ذا فيشر شفتوه؟ عشان انا عايز تاني بصوا اهو. فلويد ان ذا فيشر شفتوه؟ اه. الحاجه الثانيه مين ده يا جماعه؟ سمول بلورا ديفيوجن. دي احلى من كده في الديفيوجن؟ صغير خالص. اهو الفيشر اه. ايه الفيشر ده؟ حاضر حاضر. كلكم تعلموا ان اللايف لانج مثلا عباره عن ابر لوب وميدل لوب ولور لوب، شكلهم كده. الميه اللي في البلوره بتمشي كده. احنا شفنا ده. ايه ده فيشر؟ ديك فلويد ان اوتسايد ذا لاك ولا انسايد ذا لاك؟ اوتسايد فين بقى؟ في البلوره الجامده. بس هو ماشي بتوين ذا تو لوبس. اسمه ذا فيشر. بتوين ذا تو لوبس. كل ما بنكبر الفيشر ده بيختفي يختفي يختفي. لما نبقى كبار كده وتطلع اللايف بتاعتنا بره تلاقيها كلها حته ايه؟ حته واحده والفيشر ده مش موجود. لكن انتر ترانزيت كل فصل لوحده عادي. فصول صغيره وبعدين تيجي تمسك في بعضها تمسك في بعضها متخيلين. في حاجات كتير عايزين نشوفها تاني. انت ما شفتوش امبريولوجي صح؟ خدت امبريولوجي كويس؟ اه. شوف كورلاندا بتتكون ثلاث فصوص كده عامل زي ما تكون ثلاث برتقانات لما بعض العظيم كده يتحلوا في بعض امبريولوجي. عايز العب معاكم لعبه اجل شويه مش عارف اتكلم. ممكن نلعب مع بعض لعبه مقارنه وانا هحط الايتم وانتم تردوا عليا وتقولوا لي وتجاوبوا. انا هحط كده الايتم كومباريزون واحط هنا الفيراتوري ديستريس سندروم واحط هنا ترانزيانت اكيدمي اوف ذا نيوبورن واقول لكم ات از كومن ان يلا ريتر ودي ايه؟ فول تيرم. كومن ان ريتر فول تيرم. لكن الاثنين مشتركين في انه في السيزيريان سيكشن يكون بريتر في السيزيريان سيكشن اه. والولد السي تي ان في السيزيريان سيكشن. ليه بقى؟ قال لك السيزيريان سيكشن بيبني عن اللانج ده سكويب. ويقول لك ان السكويب اكباد بيساعد قوي من الفلوس يبقى ريهاب زون. ادي اول ايس من المقارنه. خليكم معايا الاول بعدين وننقله ونصوره. مين يقول لي سيفيرتي اوف ريسبيراتوري ديستريس؟ هنا ايه؟ سيفير ولا مايل؟ هنا سيفير. هنا مايل. هنا بروجريسيف؟ اه على ثلاث ايام. وهنا بيرفيرس 48 ساعه. جميل جدا. مين يقول لي الاكس راي هتبين هنا ايه؟ الاكس راي هتبين هنا ايه؟ ها؟ وايت لانج. ممتاز جدا. دي اهم كلمه بتتقال وايت لانج. امال هنا يبين ايه؟
increase the vascular marking the AMA head. Okay. طب مين يقول لي سبب اصلا موت الباثوز؟ هنا نقص ايه؟ السيرفكتنس. امال هنا نقص ايه؟ الرياب ابسوربشن او ذا لانج فلويد. مين يقول لي يا جماعه يا ابني استنى يا ابني استنى ما اتعلمنا ان انا بقول بيرميشن فوتو اور نوت. طيب مين يقول لي يا جماعه احنا في العيان ده هنعالج ازاي؟ اهم كلمه في الار جي اس اهم كلمه هنا بيرفاكتن زائد بنتيليشن لكن هنا جاست ماي اوكسجينيشن. الجدول ده مش بس الأهمية كنت فاهم ده اللي حطيته ده كلام أقارب بين الاثنين دول تحت اتفضل الميكونيوم اسبيريشن يا جماعه استمر اللي فات ده كان شغل دي كي ال ده شغل وواضح ان ده ما يجيش سؤال نظري 15 درجه يا غالي ما يجيش سؤال نظري 15 درجه في كي ال اكتبي عليه كده شفوي هاد. امال الار دي اس ده كان نظري كلاس ايه؟ يلا الميكونيوم نظري كلاس ايه؟ الميكونيا بيجي ازاي بقى في الامتحان؟ الميكونيا مع الفيريشن عايزين نتعرف على الميكونيا احنا انتر ايترايم حضرتك بنشرب ميه وي احنا قلنا انتر ايترايم وي يورينيت and we drink what we urinate what we don't till we are فكروا بقى بنت الشعر الجميل ده مين ده انترس ها we urinate and we drink what بص وبعدين دايما الجيل في الاخر بيبقى مجنون كده يعني يورين على طول ينزل على بقه يورينيت وي درينك وات وي يورينيت بس وي دونت ديديكيت وي ار يورينيت. وقلنا ان البيبي وهو بيشرب بيشرب عمود الكلوي مليان خلايا ما بيغذيش يعني لكن او تدريب للجي اي تي يا رب صبرني تدريب للجي اي تي على انها تجسس تدريب وينزل فايروس وينزل بكتيريا جوس وكل ده يتخلط على بعضه ويعمل حاجه ايرجنت جدا تخيلوا خلاصه البايل خلاصه النيكروتيك ابيثيليوم قاعد في بطني ثلاث اربع شهور من اول ما الانفكتر في الشركه تشتغل في الشهر الخامس او الشهر الرابع عماله تخزن بايل 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 بتعمل حاجه خضراء متراكمه في الكولون الكولون كله مليان ميكونيوم اول ما ننزل نبتدي نعمل الميكونيوم ده اهم حاجه بقى تعرفوها ان الطفل اللي بطنه فيها نيكونيوم لا يمكن يعمله انتراتورايم لان احنا ربنا خلق لنا حاجه اسمها سيفير انال سبازم. سبازم جامد جدا جدا جدا. وبالتالي الانس عمره ما هيفتح انتراتورايم ما بيفتحش الا بعد الولاده بريفلكس. ايه الريفلكس ده؟ انك تحط رضعه في معدته تعرفها اسمه جاسترو كوليك ريفلكس. يا نهار ابيض على البحول دي السنه الثانيه دي سنه ثانيه. ثالثة جاستروكوليك المهم الجاستروكوليك ده فيزيولوجي جاستروكوليك يا جماعة هو ده باثولوجي ده فيزيولوجي جاستروكوليك آكل أدخل التايلت والريفلكس ده واضح جدا في الأطفال تجي لي الأم تلحق الدكتور أنا كل ما أكل الواد يعمل على طول الأكل ما يرجعش البطن يا ماما اللي نزل ده غير اللي دخل كل ما رضعه قليل هو أكيد مش ده فهو الولد كل ما بيرضع بينفكيت مش كده ولا إيه؟ ده اسمه كانسر كوليك دي از مصدر انت لكن لو الطفل اتعرض لاكيوت هايبوكسيا لقينا السيكتر بيفتح ويطلع بكل او طلع بكل اهو.
اهو بدأ يمسك كده وبيدي في كده. ولما يعمل الميكونيا من الولد ده الميكونيا ده بيبقى عامل زي بالظبط كده بطحينه كبيره قوي قوي كمان ما يتكشف ولونه اخضر يدوب 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 الميه فيعمل كتل صغيره وسط الميه كالملوخيه شبك الملوخيه. الميكونيا لا يختلف ابدا بعد ما يدوب الميه عن الملوخيه الا في الريح الاوبيز تمام. لكن هو بملبس الملوخيه الملزقه وشكلها وتركيبها جميل جدا. ركزوا بقى معايا ايش ملوخيه حضرتك دلوقتي البيبي ده هيبتدي يحاول انت على السؤال اللي الطفل بتاعك عامل كده بيحاول يعمل حاجه اسمها ترايل اوف سيتويشن ايه اسمها انت تدريب على العضلات ده انتوا عارفين كده ولا لا؟ احنا بنتنفس انت بنعمل حاجه اسمها محاولات تنفس يعمل كده يعمل كده ولو لا قدر الله عمل كده الميكونيا ده هيدخل سيتو بس الاكيد اكيد ان الميكونيا بقى في بوكه عمال يشرب يشرب والميكونيا نزل في بوكه فتلاقي بوكه كله براس ومناخيره ومع اول الولاده ياخد كل الاعضاء ودي كارثه لان الميكونيا بتتفرق قوي لما الميكونيا بيدخل جوه اللانس هيدمرها زي ما هتشوف دلوقتي. ايه اللي يخلي البيبي يتعرض لاكيد هيدخل كده؟ الغرفه اتقفلت الولادات اتقفلت لكن ايه اللي يخلي البيبي يتعرض لكرونيك هايبوكسيا؟ بلاتين على طول فايبروز بري اكلامبيا اكلامبيا فيها بريماتور ايجنج كل ده يعمل البيبي ايه؟ هايبوكسيا والهايبوكسيا تعمل ايه؟ تخليه يعمل ايه؟ بيكون يعمل كليرس يعمل اقرا اكيوت اور كرونيك هايبوكسيا بتقلل الانجل سيكتر وتخلي البيبي يعمل بيكون ممكن بقى البيبي يعمل ضغط للانترازراي لكن غالبا غالبا هيعمل ايه؟ اسبيريشن اوف امنيتي فلود مع اول ايه اللي يخلي الولد اصلا يخش في هايبوكسيا؟ اشهر حاجه ان البلاسينتا تعجل. البلاسينتا كائن منفصل بذاته بيعجل بسرعه جدا في 9 شهور. وبعد 9 شهور كل اسبوع بتعجل بمقام 90 سنه يعني. البلاسينتا بتاع طفل 9 شهور واسبوع عجوزه جدا. بلاسينتا بتاع طفل 9 شهور واسبوعين شكلها مرعب مكرمشه كرمشه وفايبروزد وكالسيفايد وبالتالي الايدجنج اوف ذا بلاسينتا بيعمل هايبوكسيا جامده جدا للطفل عشان كده البوست تيرم ما يكتبش ابدا في بطن مامته يقول لك ما تخليه ايه يا تخليه ايه؟ هي كافيتيريا بلاسينتا بيحصل لها فايبروزد ولازم الطفل ده ينزل اقرا ايدجنج اوف ذا بلاسينتا ان ذا بوست تيرم او هاي بلاد بريشر ان ذا بريجننت مامته يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اي هايبرتنشن في الام وبقول تاني اي هايبرتنشن ان ذا مدر يبوظ البيزنس بلاد فيسلز والبلاسنتا عشان كده في الاكلامبيا والاكلامبيا والهايبرتنشن البلاسنتا بتاع الام بتبوظ خلاص ولما البلاسنتا بتاع الام تبوظ يبقى الولد عنده هايبوكسيا هاي بلاد بريشر اذا بريجنت مدر افتح خزين وقت بري اكلامبيا واكلامبيا بصوا على فيصل هايبوكس دايابيتس من بريجننت مدر الدايابيتس بيعمل البيبي هايبوكسيا مش يا دكتور الدايابيتس معاها هايبرتنشن واثروسكلروزس ونيله ده النيله دي كلها على البلاسينتا هتبوظها يا جماعه هو الدايابيتس بيجي لوحده ولا بيجي تحت حاجه اسمها ميتابوليك سندروم بيجي معاها هايبرتنشن واثروسكلروزس وكل ده هيبقى ضغط على البلاسينتا فتموت كل الامثله السابقه هي كرونيك هايبوكسيا والمثل الوحيد للاكيوت هايبوكسيا هو دنكه ولاده طويله جدا فيري برولونجد كومبليكيتد ديسك كده الدكتور عمال يولد طفل 12 ساعه والواد لسه ما عداش السيرفس يعني ازاي؟ 12 ساعه ما فيش سيرفس بتتفتح خلاص يقول لي خلاص ايه اقول له لا اكيوت هايبوكسيا يقول لي لا ما لسه جوه في بعض الدكاتره متصوره ان الهايبوكسيا ان البيبي راسه معديه في الفاجينا هي دي الهايبوكسيا لا يا حبيبي الهايبوكسيا هي طلقه الولاده ذا كونتراكشن اوف ذا لاترال اوفر ذا بيبي بريفنت بيرفيوجن اوف ذا بلاسينتا وده بيدي سكيورتي البيبي فالولد ساعتها بقى بيموت مش من الضغط الحديد لانه مش جاي له نفس لان البلاسينتا قفلت لان البلاسينتا بتاخد البلاد بتاعها منين؟ من اليوترس واليوترس كونتراكتنج مفيش نقطه دم بتعدي فيه وبالتالي طلقه الولاده دي خدت طب طلقه واثنين وثلاثه و10 و20 ما يجوش في ايدي ما استحملش
بيجي لي اعتذار على طول كسفر الاخير كومبليكيت دليفري او رونج دليفري. ايه يعني لما المكرر يدخل جوه سيرفر البيت؟ عندي احتمال للاثنين، يحس في كونيات اتغيرت، بص كده، فالهواء يدخل وما يخرجش، فالف ميكانيزم، يا حته كبيره تقفل خالص تاني، يا حته صغيره تسمح بدخول الهواء وليس خروجه، فالهواء يملى الجيران. فانتوا عارفين ان في حاجه اسمها فالف ميكانيزم، الطريق اوسع والهواء داخل، والطريق اضيق ديورنج اكسبايريشن، الطريق اوسع ديورنج ايه؟ اكسبايريشن، واضيق ديورنج ايه؟ فبالتالي الهواء يدخل وما يخرجش، يدخل وما يخرجش، تتنفخ بعض الالفيولاي. Other alveoli show complete obstruction that results in collapse. الهواء الحتة دي مهمة أوي، لأن بعض الالفيولاي حصل لها هاي برد، والبعض حصل له جنب السطر الأول تكتبوها. مكتوب في السطر الأول ميكانيكال اوبستراكشن، اكتب بارشيال أو كومبليت. يعني إيه بارشيال؟ يعني الهواء داخل ومش خارج. مش فاهمة؟ لا دول فاهمين كلهم؟ اه الهواء اتحول جوه في الالفيولاي مع شركه ليه؟ لان الهواء بيدخل في الاكسبيريشن بسهوله، لان الاير واي اوسع، الاكسبيريشن الاير واي اضيق، فما يعرفش الهواء ايه يخرج. بعض الالفيولاي الثانيه ايه؟ ايه مقفوله نهائيا ولا انا هحط لكم دلوقتي مشكله، الولد ده حلو ازاي يعني؟ حد يعرف يفكر يحل؟ الطريق لا فشل فين؟ انا هوصل هنا محدش يوصل هنا. ده الاير واي ده تيجي نحط الولد على الفنتليتور ونضغط الهواء بالعافيه عشان نعدي الايه؟ ما انا لو ضغطت الهواء بالعافيه هيديك دخول الهواء فين؟ في الالفيولاي المنطقه قوي بتتفرقع. ونحن بين شقي الرحى، عارفين الرحى؟ عارفين الرحى؟ احنا بين شقي الرحى. ادوس جامد عشان اوصل لك هواء ولا ما ادوسش جامد عشان ما تفرقعيش؟ مفيش حاجة اسمها بين البنين، الواد ده لازم يفرقع، إذا كان الأرض بيفرقع بنسبة 20% فالواد ده 100% هيفرقع أول ما تطلع من كده. لدرجة إن والله في الكونيا أوبريشن كنا نحطه على الفنتليتور ونكلم الجراح نقول له عندنا يوم صورة، يقول عملت الإكس راي أقول له لا هي لسه هيحصل يوم صورة. يقول لي الدكتور بقول له لا، بقول لك أنا عندي الدكتور أنا فنتلته وهجيبهم يوم صورة. تعالى اسمع، عارف ليه يكون يوم صورة؟ ونركب تشيست فيه عشان نفضل الحرب. لا تاني. أضف إلى ذلك إن الميكونيوم ده إيريتنت ولا لأ؟ ده بايظ، كبر، بايظات، إيريتنت يعمل كيميكال نيمونيا، وهي أتراكت لهذا المكان أورجانيزم من الشارع فيحصل إنفكشن ونيمونيا. يا نهار أبيض ثلاث مصايب، كيميكال إيريتيشن، ميكانيكال إيريتيشن، وسكندري باكتيريال إنفكشن. كيميكال إيريتيشن ده هنوبريرتك. ميكانيكال اوستراكشن واللي اتفقنا يكون بارشيا يكون ايه؟ كونجنيت حار، يكون بارشيا يكون ايه؟ كومبليت استرحال. ولا انت هنا؟ لو كومبليت ايه؟ خليك معايا. لو كومبليت اوستراكشن هتفرق على الميه كلها؟ الكلها مش هتفرق. يا هتفرق على البارشيا وانا عشان ادي هواء يوصلني هنا هبقى عادي. يا اما نستعمل دريشن كويس. دي صحيح. قالوا دي حاجة مهمة جدا جدا وهي الكلينيكال بيكشر. دكاترة الناس الظرف أو بيحاولوا يتخبوا علينا يعني. الدكتور النساء يجي في الواد يشفطوا بسرعة ويختاروا يديهوني. لا ما هو الكلينيكال بيكشر برضه بتفضل موجودة حتى لو اتخبت عليك. لأن أنا لو بصيت على ضوافره بعد أربع أسابيع أعرف إن كان مكانها. ضوافر صف النور والدور. حد شايف الاثنين؟ يا جماعة البايو بيستني النيل والسكين والبلاسينتا والامبليكال ستامب حتى فمش هيعرف يخبى عليا. ماشي. لكن الولد عنده مصيبه العب من كده هو ديستريس ولا لا؟ يا جماعه ما ترجعوا للصوره دي. هو بيتنفس ازاي؟ ده شويه دول مقفولين ودول مقفولين. دول مقفولين على الهواء اللي فيهم ودول مقفولين على الميه اللي فيهم والولد مش عارف يتنفس فعنده ديستريس زي ساعه الار جي اس. جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4 وحط السماعه ما تلاقيش نفس اعراض البيتشر بتاع مين؟ والفرق الوحيد بين الاثنين ان ده اخضر وده مش اخضر. ان ده عنده هيستوري اوف زنقه ولاده وبستراكتيف ليبر وده هيستوري اوف بريماتيورتي. نقرا كلينيكال بيتش. بريناتال هيستوري اوف اكيوت او كرونيك افكت. دكتور النساء يقول لي الحقني انا عندي ولد هنزله دلوقتي الامونيوتيك فلويد كله عقاره.
كله ايه؟ كله سون. انا عندي بيبي عنده كرونيك هايبوكسيا، هننزله دلوقتي. اقول له ما تخافش عندي الحل. غلط الدكتور نسالين، هخرجكم مره شكل شويه. الدكتور حسن المفروض انه ليه بيعمل دكتور ويشوف البلاس فلو جوه البلاسينتا حلو ولا لا. لو لقى البلاسينتا بلاس فلو بيقل والولد بلاس ما بيجيبش، يعرف ان الولد ده هيعمل عمليه سكوبي. طب ما يتمش يشيله يطلعه ده قبل ما يكمل هايبوكسيا تبني كونيا. فتبقى غلطان، عارف ان هو غلطان. المثال البيبي حتى وصل ان هو عامل بيكونيا حوالينا. فيقول لي الحق انا عندي بيبي عنده ركبتين. الموقف ده حصل كتير معايا بفضل الله. شفت معلش لو انا وليته مش نورمال دي كده، لو وليته سيفيريان مش هيبقى يعمل اسبيريشن جامد. احكي لك انت لما تصبر عليا يعني ما تخرجش لي. مبدئيا كده الولد ده لو عملنا له اسبيريان ده منظر غريب قوي. يا احلى اسبيريان في الدنيا العيان عنده ميكونيوم اسبيريشن. حد يعرف يبص للصوره دي ويتاملها؟ حته سودة وحته بيضاء. نفس الصوره اللي هي بارشال اريا دو كولابس والحته الثانيه ايه؟ هايبر انتليشن. الكولابس البقع البيضاء والنقط السوداء قوي دي يا جماعه اللي هي الهايبر انتليشن. نقط سوداء هواء والابيض كولابس. اذا هنلاقي الاكس ري دي غريبه جدا ما بين حتت بيضاء وحتت ايه؟ سوداء. نقرا الاكس ري وعندنا وان كانت الاكس ري مش هي اهم حاجه. باتشي اوباسيتي اوف ذا لان اند اريز اوف هايبر انتليشن. لكن يظل اهم حاجه الاي بي جي لان المصيبه اللي هتحصل هنا الهايبوكسيا هتحصل اشد من الابيض. يعني الحال الارضي يعني الحال الارضي ايه؟ كانت الالفيولاي بتفتح في الانسبيريشن وبعدين تقفل. هنا الالفيولاي ما بتفتحش خالص، مقفوله كده ومقفوله كده. يعني المرض هنا اشد. بيبقى اكتب هنا هايبوكسيا وزياده في الكربون دايوكسيد واسيدوز. ولما هتحط الولد ده على الفنتيليتور تبقى عارف انك بتحطه عشان تفرقع له اللنج وتجيب له واقسم بالله انت الولد هيخش في هايبوكسيا. والهايبوكسيا بتعمل في اللنج فاز وكونكتيشن وبالمونري هايبر وبرزيستنت فيتال سيركيليشن انجوي. مكتوب عندك برزيستنت بالمونري هايبر تنشن او برزيستنت فيتال سيركيليشن. ومهما عمل الاكسجين مش هيوصل البرين والولد هيجيله هايبوكسيا في البرين وكتير منهم هيخلص منهم ويموتوا. تحصل لهم هاي مورتاليتي ريت لان ما عنديش حلول. تعالوا نشوف الفيديو ده اللي كنا بنعمله. الفيديو ده كانت في دماغي دي دكتوره اخذت بيبي من كونيا بس لسه ما تنفذش ابني والهاصل بينزل وعماله تطلع من كونيا. لكن ان كونيا كتير قوي الزور قالت هتقولي ايه بتراكيه تيوب. انا هدخل جوه التراكيه وهشطفط الميكونيا من اللي في التراكيه. الواد ابنك برادي كارديا يا جماعه الهارت. الدكتور تاني بيقول لها الهارت خلاص احنا 10 احنا هنقرب. يلا من الاسبوعين بعد كده يو تيك ا فيري سيريس ديسيجن انك تسيب الطفل يموت فاكرين الديسيجن مش قلت لك كل 10 ثواني بيفرقوا. لا انت هتقول للدكتور اللي بيقول لك الحقني انا عندي ميكونيا كله هو اللي بيقول لي ازاي. يقول لك حاضر ما كده وليد الزياده هتفتح السيزيريان ده بينزل ما يعرفش ابنك. هم واخدوا ابنك زي ما هو حط بالراحه ما عملوش اي تقايل في الليش. طبعا الولد ده ايه دلوقتي؟ مفيش نفس يموت وتقوم بشطف بسرعه بقه ومناخيره وتقوم داخل جوه التركيه مشطف كل حاجه مش الحته دي كويس وبعدين تبتدي تفوق. وانت بتعمل الكلام ده بياخد 20 ثانيه بيكون الهارت ريت في 70 نير ارست او تنهي. وتقوم تعمل اخر خطوه في الكارديو كارديك على طول كارديك مساج وفنتيليشن. انت ايه بتعمل كده على طول؟ في دي تاخد نفسك يرجع للحياه وزود من كلمه اكتر. وقابل الدكتور ان انت تاني يوم يقول لي الولد انا حضان يمين ولا شمال؟ بقول له الولد مش محضان. ده بيرضى. اقول له بيرضى مع مصر عايز يرضى. يا سلام وانت بتلعب والدكتور ان انت بتلعب بعصابه. يا سلام على المنظر عشان يحرم يشيل طفل تاني من كله. الكلام ده عملته ثلاث مرات في ثلاث دكاتره و هي تبقى لحظه صعبه جدا عليك. لازم تمرر الدكتور ان انت في نفس اللحظه حقه زي ما انا كان قلبي بيقرفني. خلي بالك
انت ماسك طفل بتاخد فيه قرار صعب جدا، بتاخد قرار غريب، انت بتاخد قرار انك تغامر انه ممكن يموت وعمال تعمل فاكشن، بس انت بتسيب لايف، لانك لو سبته على الجانب الاخر يعيش ودخلت له الاوبينيون جوه صدره انت مش عارف هتعمل ايه بعد كده. والله العظيم يا جماعه بيبقوا اطفال بقهم كل من كل يوم تلاقيهم ده يوم بيطلعوا مع مامتهم لو عملنا كده. ما تيجي نقرا فاكشن اوف ذا ماوث اند ذا نور بيفور ديليفري اوف ذا شولدر، ده لو ازاي لو نورمال يعني، يعني اول ما تلاقي راس الديبي طلع استنى نفسك ما تستناش ياخد نفسك شط لا كمل، ولو لقيت ان الكل من حوالين دوره بعد اذن حضرتك تدخل تيوب واعمل فاكشن لمين؟ للاير واي. لكن لو لا قدر الله الطفل بقى من كل يوم وات ار وي جوين تو دو؟ لو الطفل من كل يوم عارفين هنعمله ايه؟ مش عارف مش هتكلم وديله سيرفاكتن. ايه ديله سيرفاكتن دي؟ يا جماعة كبير هيبقى الفتاة ده يخش فيها بتدمر طيبتوه المصاعد والورد دي يحصل عنده رأس فيل فعلاجه نفس علاج الأرضي ليه تذاكر مرة لما ممكن ليه تذاكر مرتين لما ممكن تذاكر مرة واحدة. انا بشرحه الميكونيا قبل ما الولد ياخد اول لسن فيه، يبقى انا ضمنت بعد وبعد كده عشان يعيش الولد ويتنفس. انا مش عايزها تنزل اصلا للسمول اير واي اللي انا ما اقدرش اوصله، لو نزلت السمول اير واي مع اول نفس خلاص هتضطر بقى انت تحط الفنتليتور، والفنتليتور هيفقع الولد وهيحصل له كومبليكيشن وهكذا. في درس تاني نظري كلاس بي اسمه نيونيتال ابنيا، اتفضلوا حضراتكم. نظري كلاس بي نيونيتال ابنيا، لا لا كونتينيوس كونتينيوس على طول ما تيجي على مش حتى بريك. ده موضوع بسيط. نيونيتال ابنيا خلاص. هو دكتور وانا بعد ما اعمل الاكتيفايز هركب جد تيوب وهنسحب الهواء اللي حواليها. مش قصدي كده، طب ما هو ده هيبقى ريسيرش فايبر ديش ما بتكلم عليه. لا يا عم انت بتتكلم على الجرس واحده، هو المشكله في مين الجرس مش كده خالص. لا 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 مش كده. لكن دي يعني الميكونيا ده ستيرويد صح؟ لانه جاي من على فكره كل ما داخل جيت الامريكي فلويد دي البيبي والامريكي فورد ورا كل ده ستيرويد مش حاجه خالص. لكن اول ما ينزل الحيوي نفس الهواء اللي في الحياه ده في بكتيريا، هو ده اللي بيدخل البكتيريا جوه. يبقى دي ستيرايد ولكنه لقط سكن. لو طفل عنده سول في سول عادي دخل في الرئه اه ده برايمري لانه في الديتر، بس الميكونيا ما فيش بكتيريا عمره. ما هو ما عندناش هنا برايمري هنا ما فيش، هنا الميكونيا في اول بتاع ستيرايد يدخل الغن وبعدين ياكتيفيت البكتيريا اللي هتيجي وراه. فعشان كده سميناها سكندري بكتيريا البرايمري معناها ان في انسان شارك في حاجه فيها انفكشن من اول لحظه. ما يبقاش انفكشن لما يخرج بره ويخرج في اوجانب ما يبقاش فيه انفكشن خالص. يعني جوه بطن منظر ان كل يوم بطن يقوم ما فيش انفكشن. نيتا الابني يا جماعه كتير منكم كل سنه الاقي بنت ربنا رزقها الطفل الحقني يا دكتور انا ابني ما بتنفسش كويس، انا ابني عنده مشكله في التنفس. يا جماعه بصوا على التنفس بتاع الاطفال بعد الولاده في طفل ابني هو ده نفسه يا دكتور الواد نفسه بيقف وبيصرع ومش عارف ظهرت فيليون ولا ابني ولا اي حاجه. تنفس الاطفال بشكل الريجولر لغايه سن شهر قمع، وفي الشهر الاولاني ما بقولش ابنيه الا اذا نفس الطفل وقف 20 ثانيه
واحد اثنين ثلاثة جات عشرين ولاقي الهارد ريت بينزل ولاقي الواد بيزرق عشان اقول ابني غير كده مش ابني يا روحني. هو الاطفال كده بيدلعوا في النفس كده الريسبونات السنتر بتاعهم كده ايه رد فينيشن سنتيشن ريسبونيشن مور ذان 20 سكند او نفسه بيقع والاقي معاه هارد ريت بينزل او لون بيزرق دي ساتيوريشن يعني بيزرق. اكتب جنب الديناصورز بين قوسين دي ساتيوريشن دي ساتيوريشن. من اكتر طفل في الدنيا عرضه للصوره اللي انتوا شايفينها دي. حد شايف ده ابني ولا لا؟ ابني ليه؟ سؤال مهم جدا هو ايه اللي يجيب ابنيه للاطفال؟ ان الريسبيرتوري سيستم يكون اماتيور في البري ماتيور. مين فاكر؟ لما قلت لكم هنمشي نقعد نشرح كل حاجه في البري تيرم. البري تيرم جاله ابيض شرحناه والبري تيرم النهارده بيجيله ابنيه. اشهر حاجه البري تيرم لانه عنده اماتيور ريسبيرتوري سيستم. ممكن فول تيرم يجيله ابنيه؟ لا الا اذا كان عيان. لا الا اذا كان في حاجه مضايقه الريسبيرتوري سيستم. ايه اللي ضايقك يا الريسبيرتوري سيستم؟ قال لك لو جنبي هيموريج او انفكشن هيوقفني هيعطلني هيموريج يعني ولاده يعني انفكشن او جاي حاجه كيميكال يخليني مش عارف اشتغل. فور اكزامبل انا محتاج سكر لو عملت لي هايبوكالسيميا مش هشتغل. انا محتاج كالسيوم لو عملت لي هايبوكالسيميا مش هشتغل. انا محتاج مغنيسيوم لو عملت لي هايبوكالسيميا مش هشتغل. يا عم الدلع ده انا مش محتاج اي كيمستري من بره لو حطيته عليا مغنيسيوم سلفيت بتاع الولاده مش هشتغل. لو بردتوني شويه مش هشتغل. الريسبيراتوري سنتر بتاع الطفل لسه مولود بيدلع بصراحه. لو بعتولي اشاره من البيجل هوقف خالص. انتوا عارفين ان الانسان اللي عنده بيجل تون عالي لو انا ضربته في بطنه جامد كده او في رقبته البيجل تبعت اشاره يقلل الهارت ريت صح؟ ويقلل الريسبيراتوري ريت بس في البيجل اللي لسه مولود يوقف الريسبيريشن والهارت. انا فاكر دكتور ظريف ايده بسم الله ما شاء الله زي المطرحه وماسك السكشن وعمال يسكشن في البيبي كانه مثالي بلاعه والقسطره داخله جوه دوره خالص وفجاه الولد عمل كده. ايه ده اللي حصل؟ هو عمال يشفط في اللاين لاين ده يا جماعه حته كلها بيضه صح؟ فالبيضه ريتيتد راح عامل اشاره برادي كارديا وابني الولد نفسه وقف خالص وده ريفليكت ديجر انفيميشن وعملنا له كارديا ممتاز والله عشان يرد. تخيلين؟ طب في حاجه ابسط من كده. نوع صدر الانفا بيت سندروم؟ اه. جددت الاحزان انا اسف انا طبعا بعض الاطفال عندهم ارتجاع. تعرفوا الارتجاع؟ ربنا هيوريكم ان الاوتوفيجاس بيطلع شويه لبن محمضين اسيدك على دورك. انا لو طلع عندك شويه حاجه وتعمل كده صح؟ لا مجرد ما البيبي ده يا عيني يطلعوا شويه احمر البوكال كورد اللارن البيجا من ضمن اشهر اسباب انصدم انفان بيت انه يحصل ريفلاك والحموضه الريتيت البيجا ويموت. لحظه عشان احفظ الغلط وانا مجمعها لكم الوان انجوي. اول حاجه ابنيا وبريماتيوريتي او سكن بيسوء حاجات مضايقه. مضايقه مين؟ مضايقه مين؟ الريسبيرتوري سنتر. انت بتضايق ازاي الريسبيرتوري سنتر؟ اي كلمه اهو ميتابوليك ودراج وديبريشن. تعالوا نقراهم دول. هايبوكلاسيميا هايبوكلاسيميا اكتب هايبوكلاسيميا هايبوثيرميا اشطب على الهايبرثيرميا صعب قوي. او مغنيسيوم سلفيت لماذا ياخذ الطفل مغنيسيوم سلفيت؟ ده مرضه اللي بتاخذ مغنيسيوم سلفيت في البري كلاس ضمانته اللي بتاخد مهدئات ووظيفته او الريسبيراتوري سنتر متضايق من توكسين جنبه او نبيف سيبسس او هيموريج الاثنين بلون واحد حاجه جنبه انفكشن وهيموريج او اثنين اخاره. مين يقول الاثنين اخاره دول ليهم علاقه بال بيجاس؟ الاثنين اخاره دول ايه؟ بيجاس. اقرا كده الاثنين اخاره دول ايه؟ اللي هو الجاستروس شير بلس وسكشن. دكتور ايده مطرحه بتعمل فاكشن تيوب عنيفه جدا ثم يعمل الريفلكس زي جاي ستيميليشن 10 دقايق بس ونرجع تاني 10 دقايق بالظبط. اللي يعمل لي ظهره كده واللي يعمل لي ظهره كده احنا عندنا تارجت لازم نخلصه اعمل ايه؟
بعد كده.